سلم الحاج جمال عبد الصمد ابو عاشور، المرحله الاولى. بس كده يا حاج عصام، ثواني. الجزء الثاني. دي الطلعة اللي بتطلع على أول دور، الدور الأرضي. ودي القلبة الأولى، ترابيس يمين وشمال، وهنا البسطة سيراميك أورينت فرز تاني، بلاطة 50 في 50. ودي قلبة نظافة برضه، ترابيس يمين وشمال، طبعا السيراميك عملنا له وزر سيراميك والرخام وزر رخام. تجليد السلم كله من الجناب. كده رايحين للسلم الخلفي، المرحلة الثالثة والأخيرة. اللدنة الخلفية بواقي سيراميك، تجليد نظافة بس عشان المية. بيت الحاج عبد الصمد جمال عبد الصمد عاشور. سيراميك اورينت فرز تاني ورخام نيو حلايب درجة اولى، فص كبير. ما شاء الله، الله يبارك له.